مني أنا طوني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجراء الكلام مساء الخير. في الأمس بدأنا حلقة كان عنوانها كيف يتحول الجهاديون في سبيل الله إلى إرهابيين يقتلون الآخر، يقتلون أخوانهم ويدمرون أوطانهم. من يجند هؤلاء؟ ما هي الحلول لقمع هؤلاء؟ شهادات من أشخاص كانوا في السابق ينضمون إلى هذه التيارات والجماعات الجهادية، وهم اليوم أعادوا حساباتهم ويعلنون إلى الرأي العام ما هي نتيجة تلك الحسابات وما هي الأخطاء التي ارتكبوها في الماضي. في حلقة الليلة أيضا سنكون مباشرة بين لندن وبيروت والرياض مع ثلاثة آراء من لندن، مع أشخاص يجندون الأجانب، الشباب الأجنبي في الغرب، ويتم إرسالهم إلى الدول العربية للجهاد. من بيروت كان ضيفي الشيخ الدكتور كريمة، الذي كان له آراء طبعا تختلف تماما عن آراء التي سمعناها من لندن. ومن الرياض في السعودية كان هناك أيضا آراء بين بين، سنتعرف عليها جميعا. ولكن دعونا أولا نتذكر ماذا حصل بين ضيوفي في استوديو في القاهرة خلال حلقة الآن. هل مصر مقبلة إلى حرب جديدة مع الإرهاب تكون أسوأ وأشد من الحروب السابقة؟ كيف كان يجند هؤلاء الشبان، وكيف كانوا أو كان يتم إقناعهم بالذهاب إلى الموت، إلى أعمال الإرهاب بهذه السهولة؟ الشاب اللي رايح يموت نفسه ده عنده عقيدة نقية وطاهر، ورايح يعمل عمل سيقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أنا المسؤول عن كل عملية تم. ما كان دورك تحديدا في هذه العملية؟ أنا اللي جندت اللي عملوه. يعني كان بدأ يتبنى خطاب افتقد فيه الرشد. ما هي الرواية التي تمتلكها عن اغتيال الرئيس السادات؟ الحادث كله لم يستغرق يمكن 44 ثانية مش 45 ثانية. يعني لو كان لابس سترة واقية ما كانش يبقى أنور السادات لو كان لابس سترة واقية. إذن قبل أن ننتقل إلى بيروت ولندن والرياض، دعوني أستكمل مع ضيوفي اللواء أحمد الفولي، الدكتور كمال حبيب، والأستاذ صبر القاسمي، ما قد بدأناه في الأمس. وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني، هناك موضوعان أساسيان. الموضوع الأول، كيف يمكن لنا أن نواجه تلك الحركات الجهادية في مصر؟ هل هناك من إمكانية لردع هؤلاء الأشخاص أو لا؟ والموضوع الثاني مع حضرة اللواء أحمد الذي بدأنا فيه أو أنهينا فيه الحلقة السابقة، وهي كيفية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، والذي تحدثت فيها عن أمور ربما أنا غيري ربما سمعها من قبل، أسمعها للمرة الأولى، هذه الطريقة رمي القنابل، وأن من الرصاصة التي قتلت أو اخترقت الرئيس السادات كانت ليست من الإسلامبولي إنما من زميله السيارة عبد الحميد. ولكن ما لفتني بعد انتهاء الحلقة الأولى، قلت لي أنا من نقل الرئيس السادات حيا من المنصة. يعني عندما قمت بنقل الرئيس السادات من المنصة كان لا يزال على قيد الحياة. مظبوط، أنا اللي كنت كان رأسه على ذراعي هنا وبعتضنه. نعم. ومعي زملاء آخرين حملناه من المكان ودخلنا بيه قلب المنصة، كان فيه طائرة جازيل وحطناه فيها وطلعت على مستشفى المعادي، وإحنا حصلناه بالسيارات بعد كده، وكان حيا بل لا يتحدث. نعم، إنما كان حيا. ولكن هذا ما كنت سأسأله لك، هل قال لكم شيئا؟ لا لا. هل تفوه؟ لا لا، كان بينفس وكان ينتفض ويعني كان بيتحرك، وأنا يعني حتى مسكته. نعم. قوة يعني عشان نقدر نسيطر ونقدر نوديه. طيب لماذا قلت لي قاموا بتشريح الرئيس السادات بسببه؟ يعني قاموا بتشريح جثة الرئيس السادات بسببي. يعني لماذا بسببك قاموا بتشريح جثة الرئيس أنا السادات؟ أنا كنت في مهمة في مستشفى المعادي لاستلام ملابس الرئيس رحمة الله عليه، وكان في غرفة فيها كبير الأطباء الشرعيين، وأثناء عملية استلامي للسترة والكاب والناشين
وتوقيع المستندات على هذا. كان في احد ضباط امن المستشفى بيتكلم مع كبير الاطباء الشرعيين وبيقول له الاكس راي الاشعه اللي اظهرت الطلقه اللي احدثت الوفاه هنا دي طلقه طبنجه مش طلقه بندقيه. فانا استغربت من هذا، طبنجه يعني ما حدش ضرب بطبنجات، ما حدش استخدم طبنجات. قلت له انت تقصد ايه؟ تقصد ان احنا اللي قتلنا الرئيس؟ ما الطبنجات كانت معانا احنا، تقصد ايه؟ فقال لا انا ما اقصدش اي حاجه، بس انا بقول ان الطلقه اللي باينه في الاشعه طلقه صغيره. فكبير الاطباء الشرعيين قال له بقول لك ايه يا ابني، انا راجل كبير وانا كبير الاطباء الشرعيين وده الرئيس انور السادات رئيس الجمهوريه، انا افتح اشرح اشوف اطلع اقول لك ايه، انما بقي كده واكس راي ما ينفعش. فانا توجهت للمقر بالجيزه ونقلت هذه الروايه لزملائي هناك فنقلوها، فكان ابتدى يجي اتصال من الدكتور فؤاد محي الدين رحمه الله عليه للسيده جيهان السادات وطالبا منها يعني ان تكون حاضره. لا ما قالتش، ما قالهاش تكوني حاضره، نعم. بيستاذن في التشريح. فهي وافقت طالما لمصلحه التحقيق بشرط حضورها تكون موجوده. طبعا. المهم قالوا لي ارجع تاني بسرعه المستشفى السيده جيهان السادات هتروح. المهم توجهت بسرعه، وصلت قبليهم بحاجات بدقائق، كانت وصلت وكان معاها السيد جمال السادات لأول مرة كان يصل من الولايات المتحدة. فيعني طلعنا على مكتب السيد مدير المستشفى، ابتدى رفض حضورهم، فصار السيد جمال السادات وقال اطلبوا السيد النائب، السيد النائب حسني مبارك، فجابوه له على التليفون أحد ضباط حراسته طلبه واداله السماعة فكلمه وقال له بالآتي: لو سمحت يا سيادة الرئيس بستأذن حضرتك ان انا احضر تشريح ابوي انا ووالدتي. يظهر ان الرئيس مبارك رفض او قال له يعني الموقف صعب، قال له لا حضرتك عارف ان انا راجل ووالدتي قوية واحنا مصرين. قال له لا حضرتك يعني انا سامع مكالمة حديث نعم. سيد جمال فقال له لا حضرتك ما تتعبش نفسك انت عليك مهام كتيرة، احنا معانا زملائنا هنا هو علينا يعني. فالمهم طلب يكلم مدير المستشفى وسمح لهم انهم لازم يروحوا. فين؟ قلنا لهم تحت، ونزلنا تحت في المشرحه، وطبعا في ناس كتيره كانت داخله الاوضه. فالسيده جيهان السادات قالت ايه ده؟ كله يطلع بره ما فيش الا الدكاتره واحمد الفولي. فقلت لها بعد اذن حضرتك زميلنا عصام شحاته وهو من امن رئاسه الجمهوريه وهو ضابط من القوات المسلحه اصلا وهو يعني من ضمن الناس اللي ضربوا عبد الحميد طلقه ببطنه وقال له كده قدامي. المهم طلعنا ولما طلعنا خش لا بس احنا كنا بعد اثناء عمليه محاوله انقاذ الرئيس السادات. فنزلت انا وعصام شحاته طلعنا للمكان اللي كان محجوز فيه في المستشفى نفسها خالد وعبد الحميد وعطا في اوضه واحده واسعه وكانوا يعني بينقذوهم من الاصابات اللي فيهم. فاول ما دخلت انا وعصام فعبد الحميد شاور عليه قال له انت اللي ضربتني الطلقه دي ببطني، بس انا هو كان جنبي عصام شحاته. فاول ما طلع علينا من السلم الشمال فطالع كده هو عشان يخش لانه ما عرفش يضرب ولان كان في كراسي كلها مكدسه فحاول يطلع يخش يوصل لمكان الرئيس. فلما طلع كده هو كان في مواجهه عصام فضربه طلقه جات له ببطنه، قال له انت اللي ضربني الطلقه دي ببطني، بس انا ما رضيتش اموتك، انا كنت رايح اموت الرئيس. المهم فدخلنا الغرفه قفلنا الباب وابتدى التشريح. اول ما بدا الدكتور بدا في هذا المكان اللي هي الطلقه اللي عليها الخلاف اللي هي الطلقه الصغيره اللي بيتقال عليها طلقه طبنجه. ففتح اخرج المقذوف دون نظفه. فالسيده جيهان اخذته وسالتني قالت لي الطلق ده ديا دي من ضمن الطلقات اللي الولاد استخدموها؟ فقلت لها يا فندم انا ضابط شرطه اصلا وما عنديش خبره في المقاذيف، يعني دي شهاده لازم تكون واحد متخصص، زميلي عصام هو ضابط قوات مسلحه ويقدر يفهمها. فالسيد جمال السادات خدها وقال لها لا ده